طاكسيات قل البشر اكثر من طاكسيات بنادم اكثر من طاكسيات تقريبا دابا راه اكثر من ساعتين ونص هبطنا للمدينه نورمالمون سونتر فيل باش ناخذوا قهوه نتلاقاو مع الاصدقاء مع الحباب نباركوا اليوم العيد نباركوا اليوم العواشر نورمالمون ملي كنا جايين ما لقيناش المشكله باش نوصلوا ولكن انت كتشوف واحد المنظر اللي عيب مدينه مليونيه عندها بنية تحتية نورمالمون كانت كتستافد من زيارة ملكية عاد كانت إبان العشر الأواخر من رمضان كانت الأمور منظمة كان تواجد أمني تبارك الله اللي هو باقي سهران على كل شيء ولكن كنلقاو أن راه كاين واحد الغياب ولا انعدام ولا ربما ما لقيناش شي كلمة مناسبة لهاد الوضعية اللي حنا فيها في وسائل النقل العمومي عامة كنتكلموا على صيف طاكسي بالأصناف جوج لا الطاكسيات الكبار أنت كتشوف الخطوط الرئيسية تقريبا راه الناس راه كاين اللي عنده ساعتين تما كاين عائلات كبار كاين دراري صغار كاين حواميل حنا مازال رجاله نقدروا حنايا كاع في الحاله الاخرى نقدروا نتمشاو على رجلينا نبقاو غادي كنستراحوا هادو مساكن شنو ذنبهم اضيف الى ذلك مشينا للترامواي حتى هو كذلك هو مثال ما كاينش كاع البلاصه ما كاينش كيفاش انك تاكسيدي للسكه ولا تاكسيدي للترام مشينا ثاني للطوبيس كذلك هو مثال هذا المواطن المقهور سي اللي بغى يمشي اللي عنده شويه الامكانيات وحاول انه يمشي طاكسي حمر اللي غيتقام عليه هذا بحال التراجي اللي غنديروا انا بواحد 70 درهم في الليل كاين اللي قلب على الطاكسي هذا داروا عمليه اكتساب ناس ثلاثه الناس تلاقيت بهم قلت لهم اجي نتلاقاو نديروا لي قسم الله في الكونتور ونخلصوا قال لك اسيدي لا ما عندناش فلوس قلنا لقينا ناس اللي عندهم فلوس ما لقيناش طاكسيات الطاكسي كدوي معاك وقت الطريفه كان قبيله مشادات كلاميه كانوا مدابزات بين دراري صغار اللي في ريعان الشباب ديالهم اللي تحت التخدير الله اعلم ما نقدش نحكم عليهم كاين عيالات اللي ما صبروش بداو كيدابزوا مع بعضياتهم كاين كلام نابي كاين المهم الطاكسيات سامحهم الله كاين اللي كيجيك يقول لك لا انا ما نديكش 7 دراهم ولا 8 دراهم انا نديك 10 دراهم كاين الناس اللي الطاكسيات كبات فيها 8 الناس كاين 8 الناس ركبوا طاكسي طاكسي كيهز 6 الناس ركبوا فيه 8 وزيد ربما الصورة عادية فقط أننا غنوصلوا انعدام السلامة انعدام التأمين انعدام وسيدي كنتمناو أن يكونش تدخل عاجل شي عقلية شي سياسة ديال التخطيط العيد الكبير هو على الأبواب لقاو ثاني نفس المناظر بقاو حنا نفس المناظر نلقاوها دائما هادشي ما بقيناش بغينا نشوفوه بلادنا بلادنا عندنا عزيزة بغينا تطور بغينا تنمى ولا المسؤولين تولي عندهم المسؤولية ديالهم ياخذوها بعين الاعتبار